فيما يخص على مستوى المعارضة وكذلك تقييم ديال العمل ديال المعارضة، نحن اليوم نلمس الأغلاط اللي قامت بها هذه الحكومة، وذلك باستهلاك الزمن السياسي. دائما كنا نقول بأنه استهلاك الزمن السياسي أو تضييع الزمن السياسي أو بالأحرى هدر الزمن السياسي عنده واحد تكلفة كبيرة، وما نمشوش بعيد لأنه سوف نتكلم باستفاضة وسوف نستمع للإخوة والأخوات المناضلين، ولكن غنعطيكم مثل فقط. حكومة الأخ عباس فاسي دائما كانت بجانب المواطنين، وذلك بالدفاع على القدرة الشرائية ديال المواطنين، وذلك نعطيكم مثال واحد أنه في 2008 و2009 كان بوادر ديال أزمة ديال حرب الخليج والبترول وصل 140 دولار، ولكن المواطن كان كيخلصوا دائما بأقل من 7 دراهم. اليوم اللي ب 40 دولار على المستوى الوطني المواطن كيخلصوا تقريبا ب 10 دراهم. لذلك كل هذه تساؤلات اللي المواطن ما قدرش يلقى فيها يعني أجوبة شفافة لدى الحكومة. أضيف إلى ذلك غير محليا التعلية ديال البراج أو ديال السد ديال واد سوس كان مطروح، وخلاه سي زاهود عبد الكبير ككاتب دولة في الماء منذ سنة 2009. الحكومة ما عملت حتى شي حاجة، لأنه هذا السد كان موجه لسقي منطقة القردان، فمن بعد 11 سنة تستفيق الحكومة لأنه ارتفع الطلب في حاضرة أكادير وولاد تيمة وتارودانت وعدة مناطق أخرى، إضافة إلى أن أكثر من 12 ألف هكتار ديال الحواميد في منطقة سوس اقتلعوها الفلاحين، وحيت كنقول 12 ألف هكتار راه غادي يضربها في 3 ديال العائلات، هذيك راه بوحدها أكثر من 70 ألف ديال الناس اللي انتقلوا من طبقة متوسطة إلى طبقة فقيرة. اليوم ننظر مع الأسف بنوع من التشاؤم، وذلك وتلك ليست طبيعتنا وليست طبيعة المغاربة، بهذا الارتفاع المهول ديال الحالات ديال الكوفيد، نجانا الله وإياكم منها ونجى جميع المغاربة، والحكومة سائرة لا تواصل. واش غادي يكون عيد كبير ما غادي يكون عيد كبير، واش غادي يكون الوقاية اشنو واقع، واش المتحور دلتا كاين واش ما كاين، والعدد الكبير ديال الناس اللي يوميا كيلتحقوا بالمستشفيات، واحد السكوت واحد التعتيم. لذلك تساؤلات كبيرة لدى المواطنين ليس لها جواب، فكيف لأحزاب داخل هذه الحكومة ما قدرت تغير حتى حاجة لمدة 8 سنوات، اليوم كتجي وكتقول لا خاصكم تمشوا معايا راه انا غادي نغير حياتكم لأفضل؟ هذا تساؤل كبير وعنوان كبير وعلامة استفهام، نترك للمواطنين والمناضلين الإجابة عليها كل واحد حسب هواه. هذا اللقاء التواصلي لحزب الاستقلال بمدينة أولوز وكذلك أحواز أولوز اللي ارتأت الكتابة المحلية بتنسيق مع مفتشية تارودانت الشمالية بالحضور لهذا اللقاء اللي فيه هو تنظيمي بالأساس، حيث يتواجد فيه أعضاء أو كتاب الفروع وكذلك رؤساء الجماعات ديال الدائرة الشمالية وكذلك بعض أعضاء مكاتب الجماعات التي نتواجد فيها والتي نسيرها، وكذلك البعض في الجماعات التي نتواجد فيها في المعارضة. فهذا اللقاء مهم جدا، حيث تكمن أهميته في الرسائل التي يحمل هذا اللقاء، بالخصوص ونحن على أسابيع قليلة من الانتخابات التشريعية وكذلك من انتخابات المهنية ديال الغرف، ومن طبيعة الحال الائتلاف حول مرشح حزب الاستقلال بالدائرة الشمالية
الأخ عبد العزيز البهجة، وكذلك اليوم بمدينة أولوز من خلال يعني توضيح لعامة السكان العمل الذي قام به الأخ مبارك الدردوري كرئيس بلدية، واللي عطى لها واحد دفعة كبيرة الوجه ديال أولوز كحاضرة ديال الإقليم وكحاضرة ديال التردان الشمالية، بحيث أنه دخت ما يقرب من 25 مليار ديال السنتيم في هذه السنوات الأخيرة، سواء من طرق أو من توسيع ديال الكهرباء، وكذلك المشكل الكبير اللي كان كيأرق الساكنة ديال أولوز ألا وهو تصفية ديال الواد الحار، بحيث الفريق الاستقلالي دعم الأخ مبارك في هذا الملف حتى يرى النور، والحمد لله هو ملف اللي قطع أشواط كبيرة. كذلك الجانب السياسي على المستوى الجهوي، حيث أن حزب الاستقلال انتهى تقريبا من وضع اللمسات ديال منتخبيه على مستوى الجهة، وكذلك على المستوى الوطني، بحيث أننا على أتم الاستعداد قيادة بقيادة الأخ نزار بركة في حزب منظم يسير بهدوء دون ضوضاء دون ضجيج، وهذا في إطار تنظيمات اللي كتشتغل بواحد المنهجية اللي هي واضحة كتعتمد على الديمقراطية المحلية والديمقراطية الجهوية والتشاور فيما بين المناضلين، وليس الإنزال ديال كما يلجأ إليه بعض الأحزاب في آخر اللحظة، ونحن نرى ما يقع في عدد من الأماكن. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.